كما حدث في الاذاعه الوطنيه وايضا في كل وسائل الاعلام الوطنيه العموميه والخاصه. للاسف اليوم الصحفي كل اصبح شو يا وحرك فاصون دو شو تدير استكثارا بانفسنا وكفانا ايضا استكثارا بانفسنا لاننا نحن ايضا نقطه من المجتمع وايضا نمثل سند لهذا المجتمع في نقل كل شيء علينا ان ما نخرج لنقول لا انت لكل ما يتعرض للسوء زملاء ماتوا بسكتة قلبية سوى ضغوط المهنة سواء من حيث الحالة الاجتماعية أو من الضغط اليومي المهني. هناك زملاء محبوسين، نعم هناك زملاء أيضا محبوسين، هناك تغيير تام للصحفيين يقول لا